اهلا وسهلا بيكم في قناه بيوتي انسايد يو. النهارده هنعمل مع بعض سكراب حلو جدا للجسم، بيساعدنا في ازاله الجلد الميت، وكمان بيساعدنا ان احنا نتخلص من جلد الوزه. فيلا بينا نشوف احنا هنحتاج ايه. السكراب ده سهل جدا ومكوناته في البيت وبسيطه. كل اللي هنحتاجه، هنحتاج بن من عند العطار، وهنحتاج لسكر، تمام، وهحتاج كمان لزيت زيتون او اي زيت تفضليه، بس انا بحب زيت الزيتون عموما، وهاخد معاهم معلقه ملح. فيلا اخلطهم مع بعض اهو. بعد ما حطيتهم مع بعض هقلبهم بقى كويس. هنا بعد ما خلطتهم كويس جدا مع بعض هحطهم في العلبه اللي انا هغطيها بيهم. هبدا دلوقتي ان انا احط عليهم زيت الزيتون. بصوا الكميه دي هتكفيكم فتره محترمه جدا. واقلب اولا، انا مش عايزه زيت الزيتون يبقى كتير قوي، انا عايزاه يفضل قوام ان هو الحبيبات باينه. بحب احط فيه ملح ليه؟ لانه بيزود من القوام ويبقى يعني تقيل، وكمان بيساعدني ان انا اقشر الجلد كويس قوي. في ساعات في السكراب ده بقوم حاطه معاه حاجه حلوه قوي، هي معلقه بيكربونات الصوديوم. فانت لو بشرتك حساسه او كده يفضل ان انت ما تحطيش. فهقلبهم وارجع لكم تاني واوريكم القوام يبقى عامل ازاي، وانتم تطبقوا على الكميه اللي عندكم تبقى نفس القوام اللي انا هعمله. هنا السكراب بتاعي خلص، شايفين قوامه عامل زي الرمل، يعني ما هوش متماسك قوي اللي هو يعني يبقى سايح فيه، لا هو كده. ده احسن قوام للسكراب بالذات للجسم. انما لو وشك بتزودي شويه زيت زيتون، او ممكن تعملي بزيت اللوز الحلو. طبعا انت هتحطي بيكربونات زي ما انا قلت لوشك، تحطيه على ايدك بالشكل ده وتعملي حركات دائريه، هتلاحظي الفرق من اول مره. بشرتك بتلمع ومفيش فيها جلد ميت ولا اي حاجه. كمان انا بحب استخدم السكراب ده بقى ازاي، بفرده على جسمي، بكون داخله الحمام. الاول حاجه بحب احط ميه دافيه على جسمي ان هي اللسان تتفتح، وبعد كده بقوم اخده شويه من السكراب ده واحطه على جسمي وادلكه. ويا ريت تدلكيه بالليفه المغربي او السوداني، او مش عارفه بيسموها ايه عندكم، او الليفه العاديه اللي هي البلدي. تعملي بيها جسمك، علشان احنا لما بنعمل بايدينا ايدنا هي كمان اللي بتعملي بيها الحركات الدائريه بتقشر معانا. فعلشان تتاكدي من قوه السكراب بتاعك يا ريت تعملي بليفه. وبعد ما تعملي بليفه كويس جدا بتسيبيه على بقشرتك، بسيبه دقيقتين كده، وبعد كده بقوم غسلاه وابدا اخد الشاور بتاعي. وساعات بفضل ان انا اقوم حاطه منه شويه صغيرين جدا امشيهم على جسمي بعد الشاور. لو كنت مثلا عامله شيفنج او حاجه بحب اعمل كمان بعد الشيفنج ان انا اقشر، بيديني ملمس ناعم وجميل جدا. بعد كده بشطفه، بس ما بحط الشاور جل بقى على جسمي ولا اي حاجه، لان زيت الزيتون من نفسه انت هتلاحظي ان هو مرطب لك جسمك جدا. فبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عاجبكم. ولو حد عنده اي استفسار يسيبلي في الكومنتس تحت، وانا باذن الله هرد عليه. باي باي.